ما تعرفوا مدينة غليزان معروفة بالسخانة في الصيف، وين تكون درجة الحرارة جد مرتفعة. بون أصبحك معارفين كل واحد وين يروح كاع، والحشية كي نصلوا العشاء تاعنا وكاع أنا في اللي نخرجوا، على الأقل يولي شوية كاين برد الحال نخرجوا مع لي فامي، كاين اللي يخرجوا مع العائلة تاعهم، كاين مع أصحابهم، ما عندنا كل واحد وين يروح. عندنا على أبسط شيء هي الكريمري، كاين عندنا واحد ثلاثة ولا أربعة تاع الكريمري في غليزان، مي حنا بزاف هنايا رانا نقعدوا نغيروا الأجواء خير من قاعدة تاع الدار وتاع الحيط، رانا ناكلوا الكريم وحاجة شابة ثاني هنايا، ونتمنى ثاني الناس تجي تشوف على الملاك كله، مرحبا بهم ثاني هنايا. ثاني فاني رانا نجو انا وخاوتي وصحابي هنا، انا الخدمة وقاعين ما تصيفش، لازم تكسر هذا الروتين.